في النقض في الزوار في الفار. ما عفته الاتفاقات والتفاهمات السياسية ما بين الأحزاب والكتل المتصارعة للاستحواذ على السلطة في العراق، جابهته بعض القوى المدنية والشخصيات السياسية المستقلة بالرفض والاستهجان من خلال مؤتمرها الذي انطلق من البصرة بهدف مواجهة التغيرات المحتملة. الصراعات اليوم بالمشهد السياسي للأسف مو لمصلحة المواطن ولكن لمصالحهم الضيقة، لمصالحهم الحزبية. شفنا يوم أمس كثير من الحراك، إطلاق صواريخ وإطلاق رمان على بعض المقرات للأحزاب، هذا كله دليل على الصراعات والعودة إلى المحاصصة وعدم احترام الدم العراقي ولا الهيبة العراقية. لذلك على القوى المدنية، على الشخصيات المستقلة، على الكفاءة العراقية أن تقف أمام هذا. ولم يكن سهل طبعا، بالمناسبة يمتلكون السلاح ويمتلكون الإعلام ويمتلكون القتل السهل والدليل كثير من الشهداء، ولكن علينا أن ندافع عن مستقبل العراق وحقوق العراقيين أمانة في رقاب الشرفاء. كيف بوسع القوى المدنية والديمقراطية الرافضة للمحاصصة والنهج الطائفي الذي أوصل البلد إلى هذا الحد من الفساد والانهيار؟ هذا هو المطلب وهو الهدف لهذا المؤتمر. يعني كيف نحرك أكبر شرائح اجتماعية للمساهمة في النضال من أجل الحصول على الحقوق؟ ويرى سياسيون مدنيون أن التوجهات التي تتبناها الكتل المهيمنة على المشهد السياسي قد ينتج عنها خلافات وصراعات هدفها الاستحواذ على السلطة دون النظر إلى مصلحة الوطن والمواطن، الأمر الذي يتطلب خلق صف وطني يؤمن بالعدالة الاجتماعية ويحقق طموحات الشعب. بعد الانتخابات في تشرين 2021 يتطلب من الحكومة القادمة أن لا تتشكل على نفس السياقات والآليات التي تشكلت عليها من 2003، بل أن تعمل في آلية جديدة، آلية تؤمن بالتغيير، وأن تبتعد عن نهج المحاصصة الطائفية، وأيضا تنتقل نحو البديل المدني الديمقراطي المتحقق على أساس العدالة الاجتماعية. كنا إحنا قلقين على مستقبل العراق بهاي الأيام الحاسمة اللي ما نعرف شو راح تفرز. احنا قلقين واحنا نتمنى ان حدة الصراعات ما تصل الى درجة الاقتتال، ويفهم كل طرف من الاطراف دوره وحجمه الحقيقي، وما يغالي بطلبات لا تناسب حجمه الحقيقي رأفة بالمواطنين. وتسعى القوى المدنية الى لملمة شتاتها ورص صفوفها في خطوة لإعادة ما فقدته من مكتسبات سياسية أمام الأحزاب صاحبة النفوذ والمال والسلاح. النتائج التي أفرزتها التفاهمات السياسية في تشكيل الحكومة يقابلها حراك لقوى هنا في البصرة قد تكون متعاكسة لها في الاتجاه. أثير العبادي، وان نيوز، مدينة البصرة.